السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم في حلقة جديدة من برنامج فضاءات، نصحبكم فيها في جولة جديدة عبر عالم الثقافة، نبدأها برحلة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية. فندق قديم في مدينة السليمانية أعيد ترميمه ليصبح متحفاً يضم بين جدرانه تاريخ المدينة وتراثها. مزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير. وسط السوق المطل على شارع مولوي يقع فندق فرح، أقدم فندق في مدينة السليمانية. فندق عانى من الإهمال لسنوات طويلة وظل متروكاً إلى حين بدء الأعمال لإعادة إعماره وترميمه.
هذا الفندق التراثي التاريخي القديم الذي تأسس سنة 1943 تحول بعد تجديده من قبل دائرة الآثار وافتتاحه سنة 2015 إلى معلم تراثي وسياحي مهم في السليمانية، بعد أن أصبح يضم بين جدرانه العتيقة مجموعة كبيرة من القطع التراثية الكردية. لم أرى هذه الأشياء من قبل، أشياء يعود تاريخها إلى عام 1980 أو عام 1920. هذا المكان أصبح جميلاً، يستفيد الناس منه عندما يأتون لمشاهدة هذه المعروضات. هذه الأشياء يجب الاحتفاظ بها وعدم خسارتها. في هذا المكان الكثير من الأشياء الجميلة والثمينة التي يجب أن نعرفها والتي كانت مستخدمة في ذلك الوقت. وبعد تحوله إلى متحف تراثي أصبح فندق فرح يستقبل العديد من الزوار من داخل وخارج السليمانية، كونه يتيح لهم فرصة الاطلاع على تفاصيل دقيقة تبين الوسائل المعيشية المستخدمة في الماضي في الحياة اليومية لشعبنا الكردي. هذا المكان مكان تاريخي يعرف العالم بالأكراد، حيث أنه يحتوي على العديد من الآثار الكردية التي يرجع تاريخها إلى العهد العثماني، وعلى الشباب التعرف على تراثه ورؤية هذه الأشياء، وعلى الأكراد أن يفتخروا بهذا التراث. وبإمكان من يذهب إلى متحف فرح أن يزور صالات خصصت كل واحدة منها لعرض جانب من جوانب الموروث الشعبي الكردي، فالملابس التقليدية للرجال والنساء حاضرة هنا إلى جانب المنسوجات والأعمال اليدوية، بالإضافة إلى المصوغات والحلي والأعمال الفخارية والأسلحة وبعض المخطوطات القديمة. احنا جينا بالصدفة شفنا المعرض وكلش حلو، يعني بأشياء قديمة مع الشعب الفلكلور الكردي أكثر شيء، بمخطوطات وبكتابات و بأثاث كلش حلو. أنا أنصح الناس يجون يشوفون أن يعطي فكرة للناس يعني عن الفلكلور والتاريخ، وحتى لو مدارس يجون أطفال يشوفون أشياء حلوة. وبعمره الطويل الذي يمتد إلى أكثر من 75 عاما يسعى متحف فرح التراثي ومن خلفه دائرة الآثار لأن يكون مرآة تعكس التاريخ العريق لمدينة السليمانية، وأن يكون إضافة تاريخية وسياحية على المدينة تجلب المزيد من الزوار والسياح الراغبين بالتعرف أكثر على التراث الكردي الشعبي. فنانات عراقيات يؤسسن مجموعة نخلة ويقمن معرضا موحدا دائما في العاصمة الأردنية عمان، لنطلع على تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أعمال فنية تعددت موادها وخاماتها وتشابهت في هويتها وحكاياتها، هي حكاية بلد يمتد تراثه لآلاف السنين، فمهما طافت عينك هنا وقلبت يدك مختلف القطع الفنية وجدت العراق حاضراً بتأريخه ورموزه. أهلاً بكم إلى معرض مجموعة نخلة. ست سيدات عراقيات ألين على أنفسهن حمل رسالة ثقافية وإنسانية، متخذات من أعمالهن الفنية خير وسيلة لإيصالها إلى الجمهور، ليفتتحن سوية معرضاً دائماً وموحداً وسط العاصمة الأردنية عمان. إحنا مجموعة نخلة، مجموعة من الفنانات العراقيات، اتفقنا على أن نقيم هذا المعرض الدائم باسم مجموعة نخلة، يحتوي على المعادن، السيراميك، أشغال فنية، مرايا، تعليقات، سبع عيون، أيضا ملابس، وهناك بعض الإضافات الفنية التي نضيفها إلى بعض الأواني المنزلية في المنزل، وهذا يدل على الحس الفني للفنانة. تتعدد المعروضات في قاعة مجموعة نخلة، فتجد أعمال المعادن وقد طرقت الكثير من اللوحات التراثية والرموز العمرانية العراقية طرقت على النحاس، وإبعاداً لعيون الحاسدين تجد أم سبع عيون شاخصة إلى جانب الأواني والفناجين ضمن أشغال السيراميك الملونة والمنوعة، بالإضافة إلى أعمال التطريز المزركشة والملابس التقليدية التراثية. بديت قبل 7 سنين تقريباً شغل، ودائماً أشارك بزارات ومعارض، والحمد لله يعني نعرفت باسم شناشيل.
شغلي هو تراث عراقي أكثر، يعني اللي هي الجداريات والأشياء تتعلق على الحائط، وشغل قديم. إحنا فتحنا هذا المشروع يعني فنانات، نريد يعني أنه يا ريت يعني نعرف بعمان، هو بيه دورات رسم وموسيقى، وإن شاء الله عن قريب نعلن عنها، بس هسه حاليا إحنا بس عارضين شغلنا يعني. وتطمح مجموعة نخلة بتطوير عملها ومعروضاتها وعقد الدورات التدريبية للراغبين في تعلم الحرف اليدوية التراثية والرسم والموسيقى، بالإضافة لعقد الندوات والأمسيات والجلسات الثقافية التي تستضيف عديد الشخصيات الفنية والفكرية، إلى جانب افتتاح قاعة تعرض عدداً من الأفلام السينمائية. ولما كان الفن رسالة سامية لكل الإنسانية، فإن مجموعة نخلة وانطلاقاً من إيمانها برقي غايتها وعراقة تراثها، تفتح أبواب معرضها أمام الزوار بشكل دائم، وهي تسعى عبر منجزها الفني إلى تقديم تاريخ وحضارة العراق وموروثه الشعبي التقليدي إلى الجمهور العربي وغير العربي، في خطوة إيجابية تستحق الكثير من الدعم والتشجيع. والآن مع فقرة هذا كتابي، نستضيف فيها الكاتب الدكتور محمد محمود محاسنة ليتحدث عن كتابه التماسك النصي في الحكم العطائية. أنا الدكتور محمد محمود محاسنة، وهذا كتابي التماسك النصي في الحكم العطائية الصادر عن وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية. يعتبر هذا الكتاب واحداً من الكتب العربية التي رفضت المكتبة العربية بتحليل تطبيقي قائم على مقولات اللسانية النصية، أي أنه يعد واحداً من الكتب التي يركن إليها في تناول وتحليل النصوص العربية من وجهة نظر لسانية حديثة. والناظر في عنوان هذا الكتاب يجد أنه يتكون من التماسك النصي كما يتكون من الحكم العطائية. أما التماسك النصي فهو مفهوم قائم على نظريات النص التي قدمها لنا علماء اللسانيات التطبيقية في الغرب، وأسهم علماء اللسانيات العرب في تطويرها وفي اقتراح مفاهيم خاصة مراعية لخصوصية النصوص العربية وسياقاتها. أما الحكم العطائية فهو مصطلح مرتبط بمؤلفها هذه النصوص الحكمية، وهو ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، ذلك العالم الصوفي الذي أفرد لنا مصنفا سمي فيما بعد بالحكم العطائية، يتضمن ما يزيد على 350 حكمة لخصت تجربته في الحياة، كما أنها كثفت تجربته الصوفية وفهمه للعالم من خلال النظر الصوفي. جاء هذا الكتاب في فصول عدة تتيح للقارئ فسحة ذهنية رحبة للإفادة من مقولات علم النص، وأيضا للإفادة من طرائق التحليل والإفادة منها. أما جزءه الأول فقد تحدث عن النص والناص والمبدع، والحديث عن النص كما أسلفنا تحدث فيه المؤلف عن مفهوم النص وعن أبرز نظريات النص وعن خصوصية النص العربي. أما الناص فقد تناول فيه الكتاب الحديث عن حياة ابن عطاء الله السكندري ومؤلفاته التي تعددت بتعدد خبراته، وكان من أهمها الحكم العطائية. أما مفهوم الحكمة فقد حاولت هذه الدراسة أن تقترح مفهوما جديدا للحكمة يتواءم مع مقولات لسانيات النص. ويجد المطالع للفصل الأول أنه يتحدث عن التماسك النصي في المستوى المفرداتي، والمقصود بهذا الكشف عن موجبات التماسك النصي على مستوى الكلمة في متن الحكمة الواحدة وفي غيرها وتعددها من الحكم الأخرى، ومن ظواهر التماسك المفرداتي التكرار والتضاد في المستوى المعجمي. أما في الفصلين الثاني والثالث فقد تم الحديث عن التماسك في المستوى التركيبي المرتبط بالجملة وأنماطها، ومن المستوى الدلالي وعلاقاته،
من مثل الاستلزام والتضاد والتقابل والتدريج وغيرها. هذا الكتاب كان في مرحلة ما رسالة للماجستير منح بها مؤلفه درجة الماجستير بإشراف الأستاذ الدكتور العالم سعيد جبر أبو خضر. مشاهدينا أبقوا معنا بعد هذا الفاصل لنستضيف ضيف هذه الحلقة الشاعر الأردني عدنان أبو شنار، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني عدنان أبو شنار، حاصل على بكالوريوس اللغة العربية من الجامعة اللبنانية، يعمل معلما للغة العربية في المدارس الأردنية، عضو مؤسس ومسؤول لجنة ثقافية لملتقى بيت مأدبة الثقافي، ساهم في إعداد المهرجانات التي تعنى باللغة العربية وأدابها في الأردن. من مؤلفاته مجموعتان شعريتان تحت عنوان همسات في أذن الزمان ورحلة العمر. مرحبا بك سيد عدنان، ضيفا على فضاءات، حياك الله. الله يحييك. يعني بدءا نتناول موضوع دراسة اللغة العربية. يعني حضرتك أكملت أو حصلت على بكالوريوس اللغة العربية من الجامعة اللبنانية. دراسة، هناك من يقول دراسة اللغة العربية دراسة أكاديمية تحد من الموهبة الشعرية، لأنه يبدأ الشاعر قبل أن يدرس هذه اللغة مع الموهبة له فضاءات مفتوحة، أما عندما يطلع على قواعد العربية يبدأ يتوجس، يتخوف من موضوع الخطأ، موضوع فهذه التوجسات أو القلق من موضوع تجاوز حدود القواعد العربية تحد من الموهبة الشعرية، هكذا يقول بعضهم. نسمع رأيك في هذا الموضوع. حقيقة يعني أنا أعتقد أن اللغة العربية هي تسقل الموهبة، نعم، أكثر من أن نقول هي تحد من الموهبة. كون اللغة العربية، يعني بدأت أنا الكتابة وأنا منذ الصفوف الابتدائية الأولى، يعني تستطيع أن تقول أني بدأت الكتابة من الصف السادس الأساسي وهكذا، يعني كانت صحيح كتابات في الأساسي تعني الابتدائي. الابتدائي، نعم. بدأت الكتابة يعني في صفوف مبكرة، نعم. طبعا هذه مع المدة أصبحت أكتب قصائد أكبر أو أنضج، لكن كانت لا شك أنها أقع في أخطاء، يعني ربما تكون، لا نقول مثلا أخطاء، يعني ربما تزداد هذه الأخطاء، نعم، كلما زادت القصيدة أو عدد أبياتها، لكن الموهبة تبدأ بالنضوج مع الشخص كلما تقدم في المرحلة العمرية، نعم. عند دراستي للغة العربية حقيقة أنا كنت أكتب الشعر، لكن أنا درست بالمناسبة اللغة العربية دراسة عن عشق، نعم. ليس لأن التحصيل هكذا، يعني ربما كنت من الصفوف الإعدادية خلينا نقول، نعم. يعني أضع في ذهني أني سأدرس اللغة العربية لأنني تعشقت هذه اللغة، نعم، وأحببتها، فدرست اللغة العربية حتى أن، يعني مع ظهور الموهبة لديك، نعم، يعني ظهور موهبة، ظهرت عندك الموهبة، موهبة كتابة الشعر من بداية مبكرة، نعم، يعني ظهور هذه الموهبة حددت الوجهة، وجهة الدراسة عند لديك، نعم، أنك تدرس مستقبلا، تدرس اللغة العربية كدراسة أكاديمية. نعم، كان والدي رحمه الله يحفظ الشعر، نعم، وكان أنا لي أربعة إخوة، عندما كان يعني يقول عدد من أبيات الشعر ربما كان المنصت، ولا أقول ربما مستمع، منصت له كنت أنا، وأحفظ معظم الأبيات التي يقولها والدي، دلالة على هو كان يحفظ أم يكتب الشعر؟ لا، هو كان يحفظ الشعر، نعم، وكان يعني يعنى بقصص التراث القديمة مثل، نعم، الأزير سالم وغيرها،
ويحفظ أبيات من القصائد التي كان يقولها الزير سالم وغيره، وبالإضافة إلى عنترة بن شداد، ويحفظ كثير من أشعار عنترة وأيضا الكثير من الأشعار الأخرى. فكنت أنا أستمع إليه، ربما هي أدت إلى اكتشاف الموهبة لا أدري. المهم أنني تعشقت هذا الشعر، وبدأت الكتابة محاولات، ولكن محاولات مبدئية مثل ما تقول طالب في المرحلة الابتدائية. ثم بعد ذلك انتقلت الموهبة لتكبر مع الأيام، إلى أن درست، أو يعني أنا حددت أني يجب أن أدرس اللغة العربية لأني أحبها. نعم. اللغة العربية، واللغة العربية ساهمت في صقل موهبتي. لم أرى أنها حدت. نعم. من لم أرى أنها حدت من الموهبة، يعني بل بالعكس. ألا تجد نفسك يعني كنت كما قلت أنك تكتب أو كتبت الشعر، أو اكتشفت لديك الموهبة الشعرية من سن مبكرة قبل أن تدرس اللغة العربية دراسة أكاديمية، في فترة في تلك المرحلة يعني ألم تجد فرقا أنك عندما كنت تكتب وأنت لم تدرس اللغة العربية كنت يعني فضاءاتك مفتوحة، أنك غير يعني غير قلق من موضوع الأخطاء، ربما يعني يعني المعرفة بالقواعد أو ضعف المعرفة بقواعد اللغة العربية أو عدم الاطلاع على بحر القواعد العربية لم يحد من أو لم يكن عائقا أمام الكتابة. عندما درست اللغة العربية دراسة أكاديمية ألم تجد فرقا في هذا الموضوع؟ ألم ينتابك القلق من موضوع طبعا القواعد؟ اللغة العربية أو كتابة الشعر أحيانا ربما القيود تحد، وخصوصا أنا كتبت بالشعر العمودي، ف هناك مثلا يحكمك بيت للشعر، بحر شعري، يحكمك بحر شعري، ويحكمك قواعد لغة يجب أن تكون ضمن القالب. لا شك أن يعني ربما الانتباه إلى الأخطاء وأيضا البحر الشعري، الاهتمام بالبحر الشعري وعدم وأن لا يكون مكسورا، سوف يحد من قدرة الشاعر. لكن هذا ليس مبررا للشاعر أن يتفلت من هذه الأشياء، أو كما يقول مبرر له أن يبتعد عن قواعد اللغة وهكذا. ولا يمكن أن يبتعد، يعني يجب أن يتقيد بها كاملا، يجب أن يلتزم بكل هذه القيود، يجب أن يلتزم بهذه القيود جميعا، اللغة، البحر، التفعيلة. إذا كان يكتبه يعني يكتب عمودا يلتزم بنظام الشطرين، يلتزم بعد التفعيلات، يلتزم بحرف الروي. ودي أن أتحدث أيضا، أنت أكملت أو درست اللغات العربية في الجامعة اللبنانية، فيما بعد الآن أنت تعمل معلما للغة العربية في وزارة التربية والتعليم الأردنية، تمارس هذه المهنة. طبعا أكيد يعني من فوائد صقل الموهبة أنك تعمل أو تحترف اللغة مهنة، فأنت على يعني على الدوام، أنت متفاعل مع اللغة. بودي أن أقف عند هذا الموضوع، يعني أنت كتجربة خاصة، هل ممارسة اللغة كمهنة أضافت لك شيئا، يعني وسعت أو أعطتك قدرة أعلى أو جودت في موضوع كتابة الشعر؟ اللغة العربية أو تدريس اللغة العربية ربما أيضا يكون له أحيانا خلينا نقول مساهمة في تجويد الشعر، أو ربما انتباه إلى موضوعات جديدة. لا شك أنك عندما تدرس اللغة العربية أنت تحاول، تشعر نفسك أنك أمام جمهور، ربما عندما تلقي القصيدة تتفاعل معها. يعني أنا كنت في بعض الأحيان ألقي قصيدتي أمام الطالب إلقاء شاعر، مش إلقاء مدرس، خلينا مع أنا مدرس. جميل. لكن أحب أن ألقيها إلقاء شاعر. ربما يعني بالمناسبة ربما تكون من الطرافة أنا أقول لك أنني في أحد الأحيان أو في بعض الأحيان عندما كنت ألقي قصيدتي إلقاء شاعر أمام الطلاب،
في أحد الأيام جاء لي طالب، طبعا لا يعني أجد الطلاب بعد نهاية القصيدة قد صفقوا وكأنهم جمهور لا طلاب يعني في أحد يعني طريقة الإلقاء والأداء أنست الطلاب أنهم في صف دراسي، أنستهم أنهم في دراسي، ربما هم ظنوا أنهم في أمسية شعرية. ولا وأقول لك أني هذا الكلام قد حصل معي، أني في أحد الأيام ألقيت قصيدة وإذا بطالب يأتي إلي في الصف الثامن الأساسي، يأتي طالب إلي ويقول يا أستاذ لو سمحت، بقول له نعم، فيقول لي يا أستاذ أنت بالأمس ألقيت القصيدة على الطلاب وأنا كنت غائب، أريد اليوم أن تلقيها مرة أخرى علينا. هذا الأمر جميل. إذن بودي أن نسمع منك قصيدة، القصيدة اللغة العربية، ما دمنا نتحدث في موضوع اللغة العربية، لديك قصيدة هو عنوانها اللغة العربية، تقول فيها سلام الله يا لغة السماء ويا نبع المحبة والعطاء. نسمع هذه القصيدة. سلام الله يا لغة السماء ويا نبع المحبة والعطاء، وأكرم بالتي ضمت بيانا به ترقى إلى سبل الرجاء. يظل حديثها كالشهد طعما فتشربه النفوس بلا ارتواء، ويبقى سحرها في النفس يسري يدب إلى القلوب بلا خفاء، وتسبي قلب من رام اغتناء فيلقي رحله بعد الشقاء، ويبحر في بلاغتها فيغنى وتشفى نفسه من كل داء. فسل قسا وسل سحبان عنها وما شاداه فيها من بناء، وهل وصل إلى الجوزاء قدرا لو ارتضيا عن اللغة التنائي، ستبقى من أعاديها سماء ولن يرقى الوضيع إلى السماء، وكالسد المنيع على عداها وكالفجر المطل وكالسناء. إذا رام الوضيع لها انتقاصا تزيد في الارتفاع والارتقاء، كذاك الماء يبقى في صعود إذا تلقى الحجارة في الإناء. ويزعم أنها عجزت وكلت ولا يرجى لها حق البقاء، يعاود ذمه جهلا وخبثا يروم النخر فيها كالوباء، وكيف تكل من حملت بيانا به تشفى النفوس بلا دواء. أيا لغة الفصاحة والتحدي ومنهلها إلى نفس الظماء، أيا لغة الفصاحة والتحدي ومنهلها إلى نفس الظماء، ويا من زادها الرحمن قدرا فألبسها رداء الكبرياء، بها يتلى كتاب الله دوما فتلبس منه أثواب البقاء. إذا كان الإله كساك ثوبا وقورا من ثياب الأنبياء، فتيه فيه حسنا وافتخارا ونولي ما يرام من الثناء. فإن ينزعه من عاداك كرها ومن عاداك سعيا للرياء، فقد نزع القلادة عن نحور بها ازدانت وزادت في ازدهاء. أيا أم اللغات فدتك نفسي فلا قصرت يوما في الفداء، ويا من إن خطت تيها وزهوا فرشت لها رموشي لا ردائي. وقاك الله من حقد وغل وباعد عنك أسباب الفناء، وأبقى حسنك الأبدي سيفا يجل عن الخضوع والانحناء. جميل. وقاك الله من حقد وغل وباعد عنك أسباب الفناء. جميل. نتحدث عن وضع اللغة العربية في المجتمع، المجتمع العربي، يعني على الرغم من أنها كما قلت أنت هي لغة العقيدة، لغة القرآن، يعني نحن الأمة الوحيدة التي أمة الإسلام هي الأمة الوحيدة التي لغة العقيدة هي لغة الأمة، اللغة الأم، لماذا مستوى اللغة العربية ضعيف في مجتمعاتنا العربية؟ حقيقة يعني ربما كما قال ابن خلدون في ربما في مقدمته أن دائما المغلوب يسعى لتقليد الغالب، فتجد
أن الكثير من الأشخاص يولعون بتقليد الغرب، نعم، فيأتون بالألفاظ والمفردات التي تأتي من الغرب ربما ليدلوا على ثقافتهم أو سعة ثقافتهم، فيأتي بالمفردات الغربية ليستخدمها. كما قلت لك قبل قليل أن المغلوب ربما مولع بتقليد الغالب، تقليد الغالب، لكن نحن نجد أنه اللغة أو اللهجة الشعبية الآن غالبة، حتى عندما تقرأ أحيانا يجد الشاعر معاناة عندما يقرأ قصيدة على مجتمع عام، أن خاصة عندما يستخدم لغة عربية عالية مفردات جاهلية، يجد صعوبة أو المتلقي يجد صعوبة في أن يتفاعل ويفهم ماذا يقول الشاعر. طغيان اللهجة الشعبية، رغم أنه كما قلنا أنه يعني لغة القرآن هي لغة اللغة العربية، ويعني أغلب هذه الأمة هم يعني مسلمون، فنحن نتحدث عن استخدام مفردات، هذه معاناة أخرى ومصيبة أخرى، استخدام مفردات إنجليزية، مفردات فرنسية في أثناء الحوار. لكن طغيان اللهجة الشعبية، مسؤوليتكم أنتم كمؤسسات تعليمية، أين دوركم؟ هل هناك ضعف في هذا الدور؟ هل هناك مشكلة تعانون منها أنتم والله نعاني المعلمين؟ نعاني من مشاكل كثيرة. أولا أنت لا تستطيع أن تبني وغيرك يهدم. تجد أنت في حصة اللغة العربية تقوم بالتحدث مع طلابك ولكن باللغة العربية الفصحى، ولكن تجد بعد قليل أنه مثلا أستاذ آخر في مادة أخرى تحدث باللغة العامية معه. أين جاءت هذه الحصة بالنسبة لست حصص أو سبعة حصص يأخذها الطالب في اليوم، بالإضافة إلى المجتمع الذي يتحدث باللغة العامية، يعني غير مهتم بأن أو بإحياء لغته أو التحدث باللغة العربية الفصحى وإحياء هذا التراث، أو ربما حتى أن بعضهم أصبح يجد أن التحدث باللغة العامية أجمل، أو ربما ينهى ابنه، والله ربما تجد أن بعض الآباء لو تحدث ابنه باللغة العربية الفصحى ينهاه، ما هذا؟ تجد يقول ربما يقول صبأ ابني وأصبح يتحدث ما هذا. القصيدة أخرى من قصائد الجميلة أيضا حضرتك هو القرآن الكريم، هي عنوان القصيدة، تحدث يعني نحن في هذا الفضاء نتحدث اللغة العربية واللغة علاقتها في العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. بدي أن نسمع القصيدة حتى نتحدث عن علاقة اللغة مع عقيدة الأمة. طبعا قبل أن أبدأ في القصيدة، يعني حقيقة يعني إحنا بنعرف أنه يعني معجزة سيدنا محمد أن اللغة العربية، نعم، أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية متحديا لهم بفصاحتهم، نعم، يعني أن العرب عرفوا بفصاحتهم، يعني ربما ما يكون هذا ما نعم كانوا يتبارون بالفصاحة، كانوا يتبارون بالفصاحة والبلاغة، حتى أن الشعر منهم ربما يلقي قصيدة بستين بيتا فتجد من هم حوله قد حفظوا القصيدة، حفظوا، نعم، الأبيات. لكل طبعا كل رسول جاء بمعجزة بما برع فيها قومه، نعم، فسيدنا محمد قومه برعوا في اللغة العربية، فجاء متحديا في اللغة العربية ونزل القرآن باللغة العربية أن ائتوا بمثله، نعم، فلم يستطيعوا. قصيدة القرآن الكريم أقول فيها: يراعي سقطه وسعى مقالي لقول فاق أنوار الكمال، كلام من إله العرش يسمو ولا يرمى بنقص واختلال، قداسة قدره كانت وتبقى مقاما للمهابة والجمال، فصاحته أتت والكل يسعى لفوز في الفصاحة والمقال، ففاح عبيرها شرقا وغربا وأعجزت الأواخر والأوالي. بيان رائع يسبي نفوسا بما قد حاز من حسن الخلال،
له من روعة التشبيه نظم يفوق بسحره حد الخيال، فأين بيان أرباب القوافي وأين بديع فرسان الجدال؟ تعالى عن كلام الخلق قدراً وإعجازاً على كل التعالي، كأن عواصفاً ثارت فأبقت جبالاً شامخات كالرمال. بروعة نظمه شهد الأعادي ودقة وصفه في كل حال، فلا يعروه نقص إن تبدى ولا يرمى بعجز واكتهال. فكم نقى نفوساً من هواها وأشفاها من الداء العضال، وكم هامت عقول واشرأبت لما تلقاه من سحر حلال. ويخبرنا بما قد كان قبلاً من الأحداث في زمن الأوالي، وينبئنا بما يأتي علينا من الخير العميم أو الوبال. وجاء العلم يخبرنا بكشف قد استوفاه في الحقب الخوالي. إذا وصفت لنا الفردوس طارت لها مهج بجد وانفعال، كأن النفس تسكنها فتحظى بخير نعيمها رحب المجال. وترفل في الدمقس متى استطابت وتنعم بالزبرجد واللآلي. وأن وصفت لنا النيران فاضت دموع الخاشعين بالانهمال، ودب الخوف منا في ضلوع لهول الحشر أو هول السؤال. فيا رباه قربنا إليه لنسمو ما نشاء إلى الأعالي، فإنا يوم أكرمناه سدنا ولم نأبه لعلج أو نبالي. يثبتنا كتاب من خبير فلا نخشى الصوارم والعوالي، وينشر بيننا حبا وعدلا به السادات عادلت الموالي. أشعنا في سماء الكون نورا له تلقي الأعاجم بالرحال، فكم نهلت علوما ما استطابت كما وردت إلى الماء الزلال، إلى أن صار مهجورا فعدنا لسوء الحال ننحو للضلال. وإنا مذ بعدنا عنه هنا وصار مرادنا صعب المنال، وأصبح حالنا في شر حال تخطفنا الأعاجم بالنصال. ويضرب بعضنا أعناق بعض ويسعى بعضنا للانحلال. فيا رباه أرزقنيه حفظا وفوق الحفظ حسن الامتثال، وعلمنيه تطبيقا وفقها وأصلح فيه يا رباه حالي، وزين حافظيه بتاج نور به يزهون فخرا باختيالي. وآجر من تطوع كي يربي عليه الجيل في أسمى المعالي، وفقها ما استطاع ولم يبال ببذل الجهد أو سهر الليالي. ونولنا شفاعته إذا ما فدتها كل نفس بالغوالي، فإن لنا شفاعته نجونا من الأهوال والكرب الثقال. بيوم لا يشفع فيه عبد بملك أو بجاه أو بمال. أحسنت. سلام. كتبت للمعلم. نعم. ومؤكد أنك كنت تخاطب نفسك أو كنت تتحدث عن نفسك، وهذا أمر مشروع وأمر طبيعي أن الشاعر يتحدث عن نفسه. إلى أي مدى استطعت أن تفي حق المعلم في هذه القصيدة؟ حقيقة يعني أنا لو أني أكتب، لو جعلت البحور مدادا، نعم، لما استطعت أن أوفي المعلم حقه. لا أقول ذلك لأني معلم، لكن ألا ترى معي أن كل شخص لابد أنه تتلمذ على يد معلم؟ الطبيب تتلمذ على يد معلم، المهندس تتلمذ على يد معلم. فإذا فخر المهندس بأنه قد أعلى البناء، وفخر الطبيب بأنه وصف للمريض الدواء، نعم، وفخر العالم أنه قد اكتشف ما كان في الخفاء، فليفخر المعلم بأنه لولاه ما امتلكوا مفاتيح العطاء. نعم، جميل. إذن هو الباني، هو الأول الباني. هو الباني الحقيقة. يعني المعلم يجب أن يكرم
ويجب يعني أن يراعى. يكفيه أن المعلم يقف أمام 50 شخصا في مكان واحد ثم يتابع كل شخص ويكون مسؤول عن كل طالب، يغضب أحيانا إذا لم يجد الطالب وصل إلى المستوى الذي يريده، يحزن في كثير من المواقف، يفرح لطالب قد نتج وأصبح يعني على ما يريد. فالمعلم يعني معادلة معقدة ربما لا يعرفها إلا من جرب التعليم، إلا من جرب التعليم يعرف هذه. يكفي المعلم بالنسبة للمعلم هو ربما في الوظائف الأخرى متلقي الخدمة يكون واقفا والذي يؤدي الخدمة يكون جالسا، إلا المعلم هو يؤدي الخدمة وهو واقف والمتلقي الخدمة جالس هو جالس. يعني إلى عقود قريبة كان في مجتمعاتنا العربية للمعلم هيبة ومهابة، يعني مؤكد أن العملية تفاعلية، أنه هو المعلم بذاته يعبر عن هذه المهابة وهذه الهيبة، سواء بأناقته، بلياقته، بثقافته، بسلوكه العام. بالمقابل المجتمع دائما يضع مكانة كبيرة للمعلم. الآن لماذا هذه المكانة يعني أو لم يعد يحظى المعلم بهذه المكانة في مجتمعاتنا العربية أو في بعض المجتمعات حقيقة، حتى لا نظلم الجميع، ما زال هناك بعض المجتمعات بعض الفئات تحتفظ بمكانة المعلم. لماذا فقد المعلم في بعض المجتمعات أو عند بعض الفئات هذه المكانة؟ حقيقة أن المعلم بالفعل كما قلت كان يحظى بمكانة عالية جدا عند المجتمع المحلي. ربما أحد الأسباب أن المعلم في ذاك الوقت كان ربما يكاد يكون مصدر المعرفة الوحيد. قبل أن تنتشر الفضائيات وتنتشر الانترنت وغيرها من شبكات المعلومة، يعني الشبكات المعلوماتية وغيرها، أيضا طبعا المعلم واجه يعني ربما صعوبات كثيرة، يعني منها أولا أن يجد طلاب ربما قد لا يهتمون للدراسة، فالطالب دائما اللي لا يهتم للدراسة ربما يبحث عن أشياء أخرى يعيق فيها تقدم المعلم. نعم، يعني يشكل عائقا هو لممارسة مهنة التعليم. يشكل عائقا. ودي أن نسمع القصيدة، قصيدة المعلم، وربما هو المعلم يعني تهاون كثيرا في حقوقه. المعلم يعني ربما يكون قد ظلم. نعم، ظلم والمجتمع وأقول لك أيضا الإعلام مثلا بعض المسرحيات. نعم، قد يعني بذلت الجانب السيء بدل من أن تعطي الجانب المشرق. نعم، عن المعلم، فأصبح الطلاب يقلدون تلك المسرحيات وغيرها. نسمع القصيدة. نعم. المعلم في كل ركن لو نظرت تراه، تبني عقول العالمين يداه، شمس المعارف أشرقت من كفه، وأطل من نور العلوم ضياه، وأطل فجر من عذوبة نطقه، ملأ البلاد ضياؤه وسناه، كم من نفوس كان يسكنها الهوى ويطيل فيها صرحه وبناه، حتى أتى فاجتث كل نقيصة وأشاد فضلا ما يمس حماه، نفض الغبار عن العقول فأشرقت، ما حررت من جهلها لولاه، زرع الفضيلة في النفوس فأزهرت، وثر الفضائل بالعلا رواه، يا من حملت رسالة ما حملت إلا لمن ربي أراد هداه، هي للقداسة والطهارة موضع ما يستطيع منافق يرقاه، أشعلت نفسك كي تبدد ظلمة وتنير درب من اهتدوا أوتاه،
وبنيت جيلا بعد جيل علهم أن يمسحوا ظلما أطال مداه. فسل المهندس والطبيب هل اهتدوا لطريقهم لو أوكلوا لسواه. وسل الجهابذة العظام وما بنوا، من قادهم وهداهم إلاه. صنع الخدود لمن أرادوا رفعة، وعلوا إلى سفح العلا وذراه. لكنه لزم المكان ولم يزل أسفي يكابد حزنه وأساه. مسكين المعلم. جميلة القصيدة وأيضا فيها ألم. أسأل الله أن تعود هذه المكانة للمعلم، أسأل الله ذلك، ويعود المجتمع أيضا يعني نقيا، يعالج هذه العثرات والثغرات التي يعني مني بها. نعم. العراق بالنسبة للشعراء دائما هو المنار، مركز الإشعاع للبطولة والعلم والرجولة، ودائما ينظر لهذا البلد على أنه سند الأمة. وكثير من الشعراء العرب كتبوا للعراق، وسمعت أنك كتبت للعراق. نعم. العراق يبقى موطن للرجال الذين يفخر بهم الوطن العربي، وكم زادوا عن حوض الأمة العربية ولم يقصروا عن نداء أمتهم في يوم من الأيام. والعراق هو بوابة العرب الشرقية. نعم. الذي دافع عن أمته لسنوات عديدة. أسأل الله أن يبقي عراقنا دائما بخير ويحفظه. آمين. إذا إن شاء الله نسمع ما كتبت. نعم. للعراق. عراق نبض العروبة إن نظرت عراق، في كفه لجراحها الترياق. ما كان إلا للبطولة موطنا، ولساح ميدان العلا السباق. في المجد كم رفعت له من راية، خضعت لها الهامات والأعناق. أصغت إذا نطق الرشيد بجوها، أذن الغمام وماؤها الرقراق. وأتت له من كل أصقاع الدنا طوعا وكرها نحوه الأرزاق. بغداد حسنك كم أطاح بمدنف، وإلى ثراك توجه العشاق. ولكم بذلت الكف راضية ولم يمنعك لا خوف ولا إملاق. وعلى ثراك ملاحم قد سطرت، شهدت لها الأسماع والأحداق. والكوفة الغراء كم سطعت بها للضاد شمس وازدهت آفاق. وببصرة الفصحاء كم بدروبها للعلم قد حث الخطى مشتاق. بصرية كوفية يا أمتي، كم جال في ميدانها السباق. يا موئل الأحرار قلبي نازف قد مسه من حالك الإشفاق. بالأمس كنت منارة لا تنطفي، وبصدر أمتي يعرب أعلاق. واليوم تعبث في ثراك ثعالب، للمين كم تعلو بك الأبواق. والحال ليس يدوم لكن داخلي، صوت سينبض في العروق عراق. جميل جميل جميل. سلمت. شكرا لك. أسلم. الشاعر الأردني عدنان أبو شنا، شكرا لك على هذا الحوار الممتع. شكرا لك. حياك الله. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات. السلام عليكم.